أكل أمازيغ. أكل أمازيغ. بين عاصمة النخيل مراكش وبين عاصمة السينما وارزازات، بين صخب ساحة جامع الفناء، وبين صمود القصبات يزأر صمت القرى وتتربع قرية تامسنا على قمم الأطلس الكبير. تقع تامسنا في قبيلة جلاوة أو إجلوة، التي تشتهر بقمم جبالها الشاهقة وطرقها الصعبة الرابطة بين مراكش ووارزازات على بعد كيلومترات قليلة من طريق الموت تيشكا، فتأتي بعد أجلموس وقبل ملادي وإغرم نوغدال. تامسنا اسم أمازيغي بلهجة زناتا، وتعني البسيط الخالي، وتعني أيضا الأراضي المنبسطة. وهناك من يقول أن الكلمة مشتقة من كلمة تيمزين التي تعني الشعير. تمخض هذا الجبل لكنه لم يلد فأرا، بل ولد ترابا وحجارة أسست بها جدران هذه القرية التي كتب فيها الصمود معاهدة السلام بأحرف تيفيناغ، لتعبرها لحظات الخوف بلا خوف كي لا تتجرأ الفؤوس على الإطاحة بماضيها، لأنه ليس نيزكا ينطفئ كل ما سقط من السماء. هنا لا تزال شرايين الحياة العتيقة تخترق صمت الوجود، فكلما نظرت إلى أبواب هذه القرية تسافر بمخيلتك إلى الماضي، تأخذ عينك في رحلة إلى زمن البساطة. هنا تأسرك الطبيعة، تغازل وجدانك حين ترقصها الرياح فتتمايل مع إيقاعاتها. تأسرك الجبال حين تلون الفصول قممها ببياض الثلج، وحين تبتسم الشمس معلنة زواله ليرسم فصل الربيع بألوانه الخضراء لوحة تحلق فوقها طيور تامسنا لتعلن وفاءها لأرض تعاقبت عليها الفصول. وبعيدا عن أرصفة المدن التي أبكمتها أقدامنا، تحس بحلاوة المشي فوق التراب الذي يأخذك في رحلة أسطورية بين جدران منازل هذه القرية. السرميز مالادود ومزار السرمي كنت أتفوقت أريسك جيل مسول السرماي، وتفوقت نخت كبرت كمين وليور يسيز دار بناد مدت لوح استفاوين جيغش جرت الكيبرن ساري غايت تسوس يقراس نقجا جن كله تفرست. ماذا يحدث هنا؟ بويلماون عرض يقوم به شباب القرية في أيام عيد الأضحى، حيث يرتدون ملابس بهلوانية فيتقمص كل واحد منهم شخصية من شخصيات هذا الحدث.
يجتمع هؤلاء الشباب في تغرمت أو القصبة، وهو المكان الذي ينطلق منه الحدث، حيث يرتدون فيه ملابسهم ويستعدون للخروج إلى القرية لمطاردة الساكنة المتعطشة لهذا العرض الذي يغيب لسنة كاملة. ثم يخرجون إلى القرية وتبدأ المطاردة، ويبدأ معها المرح واللعب. فحين يمسكون بأحد ما يقومون بدورهم على أكمل وجه. فاليوم لا قيود هنا، يقتحم هؤلاء الشباب بيوت القرية ويدخلونها ولا يخرجون إلا ومعهم الخبز واللحم أو النقود. وفي المساء وقبيل غروب الشمس يجتمع السكان في إحدى المنازل، فيبدأ العرض المسرحي الارتجالي المضحك باللغة الأمازيغية. حين تخالط هؤلاء الشباب تحس بالحنين إلى الماضي، فهم يؤكدون بأن هذه العروض إرتون لن يتخلوا عنه كما يؤكد ذلك إبراهيم. نسكر بويلما ونسكر تامو نسكر ودين يلي الحج متر يرساس بعاني الموت. المهم نكون العدنا وهادو نرقص نفر سنتو كان الخيرات ورندو فياتنا في الناختي دلا جدود الناخ. المهم غيكا ضيق الحال. وفي الليل وكما جرت العادة يختتم العرض بأحواش. وكما هو الشأن في جميع أنحاء العالم، فإن لكرة القدم مكانة عند شباب تامسنا، فعشق المستديرة ينبض في قلوب الصغار والكبار هنا. تيغرم أو القصبة كان السكان يضعون فيها محاصلهم الزراعية من قمح وشعير وغيرهما، فهي تبدو كعجوز شاهدة على عز الأسلاف تحكي معاهدة الزمان للشموخ رغم شيخوختها. ومع كل صباح يتحرك نبض الحياة ليعلم سناجب تامسنا فن الصمود، فيتحرك معه فضول هذا الكلب، فينظر إليك وكأنك غريب يهتك حرمة بلدة محظورة. جبال تامسنا بهدوئها تمتاز وبألوانها تتميز. فوق هذا الجبل فقط تستطيع أن تفهم معنى الحرية. تعلمك هذه الشجرة فن الصمود بلغة الأغصان التي تنبض عروقها بأمازيغية الجذور. فوق هذا الجبل فقط تخرجك الفرحة من جسدك، يخرج العقل عصارة أفكاره، لأننا نحن الأمازيغ لا نعشق الطريق إلا حوارا يسافر بالعقل في بحر التفكير بلا زورق وبلا خريطة. إبين ننزار إجيجو رسولي سوال مقار تقدوني تلبور مقار إروفة وكال أصغر نتمازيغت
إلسا تكرزن أولا غيت مغاي إذا من النغ أسرت نسو نغسل حمان أو تتمزيغ تزغران وكال هن كمين أداغي جنوال أو تتمزيغ تزغران وكال هن كمين أداغي جنوال